بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم أيها الأحبة إلى الحلقة الثامنة من برنامج أفاضل وفضليات. الله سبحانه وتعالى أنعم على ليبيا بكثير من النعم، من ضمن هذه النعم أنحباها بناس أفاضل وفضليات لهم الفضل بعده على ليبيا في كثير من الأعطية، كثير جدا على مدى العصور في القديم وفي الحديث، من كل ليبيا، من كل ربوع ليبيا، من المدينة، من القرية، من الصحراء، من الجبل، من جانب البحر. أترحم على من رحل منهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا كل خير لما تركوه لنا من مناهل عظيمة كبيرة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر الأحياء منهم وأن نستمد ونستفيد منهم. شخصية الحلقة الماضية كانت شخصية كبيرة، فدة عظيمة، معطاءة لها الكثير من الإسهامات، أسهمت وساهمت، أوجدت، أبدعت وكثير من هذا. ونظرا لكبر الشخصية وعظيم عطائها، لم تكن حلقة واحدة كافية له بأن نتحدث عنها. يسعدني جدا أن أستضيف الدكتورة كريمة الفاسي، اللي في الحلقة الماضية أعانتني وقدمت لي يد العون وساعدتني في الحديث عن هذه الشخصية. دكتورتنا مرحبا بك، وللمرة الثانية أشكر لك حضورك وتلبيتك للدعوة. وزي ما قلت في الاستهلال، من الصعب جدا أن يتم تحقيق الحديث وتسليط الضوء ولو كسر الضوء عن شخصية عظيمة كخديجة الجهمي. فأدعو الله سبحانه وتعالى اليوم أن يوفقك ويوفقني نحن نستكمل ولو القليل في حقها. تفضلي. ببدأ أول حاجة، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف ونقدر أن نضيف ولو إضافة بسيطة في السيرة العاطلة للسيدة خديجة الجهمية رحمها الله. نعم، صدقتي فعلا سيرة عطرة، عطرة وذكية. دكتورتنا احنا لم نستكمل كافة الجوانب، جوانب كثيرة، أوجه عطاء كثيرة متعددة. فحضرتك وقفتي عند الجانب التربوي، وكذلك الجانب القيادي عند المرأة الليبية، وأن هي بدايات في زمن كان صعب جدا، فحكيتي لنا على بداياتها، لكن أنا سرقت منك الوقت في تكملة الحديث على والدها رحمة الله عليه وكيف أثر فيها، وكيف كما يقال مثلا على عكس ما هو معتاد أو متداول أنه هو أجبر بنته، يعني ناحية كلمة أجبر، وليكن مثلا دعا بنته أن هي تبدأ دراسة في وقت مبكر على خلاف ما هو متعارف عليه. إن حببت نكمله من هذه النقطة وين ما استوقفنا يعني. جميل. الفكرة باش السادة المشاهدين يكونوا معانا في الصورة، ونربط الحلقة الماضية بالحلقة هذه. جميل. وتكون صورة متكاملة واحدة. جميل. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عليه السيدة الصغيرة الطفلة خديجة الجهمي، نشأتها وتربيتها والبيئة اللي كانت محيطة بها، البيئة الداعمة أو البيئة الهدامة، الأسلوب التربوي اللي اتبع في تربية هذه الفتاة الصغيرة، واللي قدر يرعى ويبرز جوانب الموهبة اللي تفتقت عندها باكرا، والشخصية القيادية اللي بدأت من تلك السن الصغيرة. السيدة خديجة الجهمي قلنا أن هي مواليد 15/3/2021، ونقولوا ان الذكرى المئويه لولاده السيده خديجه الجهمي من 1921 ل 2021، اذا هي الذكرى الميلاد المئه للسيده الفاضله. نعم نعم. وكذلك ما نحبش نقطعك، ويصادف كذلك الذكرى ال 25 لوفاتها تحديدا. نعم. الله يرحمها ويغفر لها. نعم. الله يرحمها ويغفر لها. نعم. وبالتالي مرور 100 عام على وجود شخصيه مناضله في اي مجتمع ليه من القيمة ماليه. صحيح. خاصة نحن في التداعيات وفي الظروف اللي يمر بها مجتمعنا الآن، احنا محتاجين أن نسلط الأضواء على روادنا ورائداتنا وقادتنا. في الحقيقة أنا سرور جدا بدعوة حضرتك لي أن نتكلم عن السيدة العظيمة المناضلة خديجة الجهمي. وفي الأول وأنا قلت في الحلقة اللي فاتت أني قلت هو أني يعني شو بنقول على السيدة خديجة، شين هو اللي أنا ممكن نضيفها أو في الوقت في الحال اللي فيه الكثير من الكتاب أساتذتنا الأفاضل الذين برعوا وكتبوا عنها كتب ومقالات وبل عاصروها، فهم أقدر على الحديث عنها. نعم. لكني يسمح لي المشاهدين حاول أن نسلط الضوء على الجانب التربوي باعتبار أني متخصصة تربوية. ولهذا السبب اخترت حضرتك. شكرا لحضرتك. نعم. على الجانب التربوي في حياة الطفلة، ثم الجزء الثاني من هذه الشخصية في الحلقة هذه هو الجانب القيادي في حياة السيدة المرأة القائدة. نعم.
فنرجع بناء عليه ما ذكر مثلا في الحلقة اللي فاتت أن منشأ السيد القائدة، السيد القائدة يكون في الطفولة. فالسيدة خديجة الجهمي كانت محظوظة بوالدها الله يرحمه ويغفر له، السيد محمد الجهمي، محمد عبد الله الجهمي. نعم. وكان رجل متعلم، كان يشتغل مصفف حروف في مطبعة جريدة بريد برقة. نعم صحيح. متعلم أو على الأقل هو كان قريب من البيئة التعليمية والبيئة الثقافية، والرجل كان عنده نظرة لتعليم المرأة في أو الفتيات في تلك السن الصغيرة لهذه البنية، وفي تلك السنين اللي ما زال تعليم المرأة. نعم. تعليم الفتيات شيء نعم. مش بذخ ولا رفاهية ولا شيء محظور وشيء مستغرب، قد يصل إلى الخطيئة، قد يصل ربما. نعم. بالتالي دفع الوالد لهذه الطفلة وتشجيعها وإلحاقها بمدرسة كانوا فيها 3 بنيات بس يقروا، وتحميلها مسؤولية تعليمها، وقال لها أنت يعني بين يديك فرصة، لو ما تحملتيش مسؤوليتها حتندمي طول عمرك. هذه بذرة وأول زراعة الثقة في النفس لهذيك الطفلة، اللي بعدين واللي أني نبي ندير تحت خط هيك، أن السيدة خديجة الجهمي اللي كانت من ضمن 3 بنيات في اللاحق وفي السنوات اللي بعدها هي أصبحت رائدة لتعليم الفتيات. صحيح. ما نبيش نقول وين البنتين التانيات اللي قروا معاهم ما نعرفهمش يعني، لكن مثلا هذه السيدة كان ذات رسالة وكان عندها أهداف، وهني تسليط الضوء عليه السيدة القائدة والشخصية الرائدة للمرأة لما تلقى بيئة داعمة. ولما هو في الحقيقة السيدة خديجة صنعت بيئتها، يعني هي كانت ديك اللبنة الأولى، أن والدها بعتها المدرسة، بعدين والدها هاجر لمصر، فالبنية كملت قرايتها، تخرجت في الصف الخامس من المدرسة الابتدائية، مدرسة الأميرة، وكان والدها في المهجر، بعدين جت الحرب العالمية الثانية، فمروا بفترات، أو مروا الليبيين فترة قحط وجفاف وجوع وأوبئة وحرب وحضرة. نعم. القصف الطيران. صحيح. بعدين التحقت بوالدها باش كملت تعليمها في مصر، قريت في مدرسة عابدين بالقاهرة، كملت التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، وبدت تشتغل خياطة بجانب دراستها. وهذه الخصلة الثانية في الشخصية القيادية، إن هي كان عندها اعتماد على نفسها. صحيح. وكان تقدر تتخذ قراراتها وعندها بوصلة ذاتية. السيدة خديجة الجهمي لما رجعت من مصر بعد وفاة والدها الله يرحمه ويغفر له، رجعت تشتغل كمعلمة. هي في الأساس اشتغلت، كانت في فترة رجعت اشتغلت معلمة في مدرسة، مديرتها السيدة حميدة العنيزي أيضا من الرائدات الليبيات. هذه فعلا هي موضوع حلقة بروحها من الأفاضل والفضليات. نعم. رائداتنا. نعم. نعم رائداتنا اللي احنا ندينونهم بالكثير من. نعم. اللي قدموه لهذا المجتمع. صحيح. ولتاريخ ليبيا ولحضارة. صحيح. ليبيا وللأجيال الليبية. امرأة عظيمة. نعم. فالسيدة خديجة بعدين التحقت بالعمل الإذاعي كأول مذيعة تقرأ نشرات الأخبار في الراديو. السيدة خديجة فيما بعد استمرت في نضالها، ما نبغيش نقولوا تحدث المجتمع، لكن اكيد ان طريقها ما كانش مفروش بالورود. طبيعي. طبيعي. اكيد ما كانش الحياه. نعم. ترحب بها واهلا. نعم. وسهلا، خاصه بعد وفاه والدها. نعم. يعني كل واحد بيولي امر ناهي. صحيح. فاستمرت وكملت مشوارها. لو بنحكي على انجازاتها الثقافيه والادبيه والنضاليه، يعني يكفي ان هي تكون مؤسسه اول مجله تعنى بالشان النسوي بالمرأة. نعم. مجلة. نعم. المرأة اللي. صحيح. بعدين ولت مجلة البيت. البيت مجلة. نعم. المرأة سيدة خديجة. صحيح. كفكر رائد، كإنسانة عالية الموهبة في المهارات القيادية، هي زي ما تعلمت هي أيضا خدت على عاتقها تعليم الفتيات، زي ما هي كان عندها فرصة تمشي لمصر، ومصر هذاك الوقت كانت رائدة في الدول العربية في الثقافة وفي التعليم وفي الحركة والنهضة المدنية. طبيعي. كانت ترأى أن لازم حتى احنا مجتمعنا لازم ننهضوا بالجانب المجتمعي، ننهضوا بالمرأة وبالأسرة وبالطفل. وبالتالي هي جت لقيت قناة صغيرة اسمها الراديو، قدمت فيها برامج، بل قدمت برنامج استمر لمدة 18 عام، وهذا يدل على انها كان عندها مهارة اقناع عالية. اضواء على المجتمع اعتقد. اضواء على المجتمع. صحيح. نعم. نعم اضواء على المجتمع. صحيح. يدل على ان السيدة عندها مهارات. صحيح. اقناع عالية
مهارات حوار عالية، مهارات تواصل مع المجتمع عالية، تواصل تواصل اجتماعي يعني، والا كان ان البرنامج انشل وانتهى. والخطاب لم يكن للمراه فقط وانما كان للاسره صحيح، وكان لقيم المجتمع. هذا سر نجاح البرنامج ايضا، هذا سر نضالها. يحسب لها ان هي تناولت كل القضايا المجتمعيه اللي موجوده في المجتمع، وخطت لنفسها هذا الخط ان هي تربويه، ان هي سيده رائده عندها او مناضله عندها تسعى لتاسيس حقوق المراه. ان خلينا نقول مثلا ان كانت من المؤسسات لجمعيه النهضه النسويه اللي كان بالاساس من تاسيس السيده حميده العنازي، لكن هي كانت من الرائدات فيها. نطلعوا في مظاهره سنه 63. نقدر نعزز كلام حضرتك ببعض الصور اللي موجوده لهذا الخصوص. السيد المخرج ام تميم بيعرضنا هذه الصور، من ضمن صوره هذه نقدر نتابعه الان، من ضمن صوره تحدثي تفضلي. نبي نقول ان السيده خديجه سيده كاتبه، سيده اديبه، سيده شاعره. الشعر الغنائي طبعا. الشعر الغنائي واللي وهذا شعر. طبيعي دكتور. وغنوا لها كثير من الفنانين الليبيين. فهي شخصيه ابداعيه. اوجدت وابدعت وابتدعت صدقا وارسلت دعائم كثير من الاشياء، المجال التربوي وكذلك المجال الاذاعي زي ما انت حكيتي حضرتك، هي من الاوائل. جميل. فهي شخصيه قياديه ابداعيه. اذا انا لما نخاطب المجتمع احنا سحره. كان عندها مؤيدينها، كان عندها انصارها، ايضا كان هناك من اللي حاربها. يذكر في مصادر اني قريت انه كان في رده فعل من مجتمع محافظ انه ما زال شنو تعليم المراه، شنو حقوق المراه كأول إذاعية. أول إذاعية وأول من قرأ نشرة الأخبار من السيدات. أول إذاعية تقرأ نشرة الأخبار، لأن كان في قبلها. بالضبط. هو طبعا أيضا هي قصة ماما خديجة أو أمي خديجة، أن هي ذكرت في أحد الكتب أني قلت لها أن لما التحقت بالإذاعة كأول سيدة في بنغازي تقرأ نشرة أخبار أو عملها في الإذاعة، كانت باش تفرض احترامها في فريق عمل كله من الرجال، كانت تقول لها يا ابني. صحيح. يا ابني، يا ولدي، يا ولدي. فهم قاعد يقول لها يا أمي خديجة. يا أمي خديجة من باب القدر طبعا. فيما بعد وابتسامة جميلة فيما بعد ولسنا ماما خديجة تبعا لمجلة الأطفال اللي عملتها. طبيعي. وهي سيدة رائدة عربيا. مش بس ليبيا، تصنيفها في الرائدات الليبيات وكذلك على المستوى العربيات شيء مشرف للغاية. وهي صدقا ملهمة لغيرها. وصلنا كده هني بالمناسبة. أنا شخصيا لو تسمحي لي نحب نحيي كل من كتب أو ألف عن هذه السيدة العظيمة. مؤلفات كثيرة، أمين حسين بن عامر، دكتورة أسماء الأسطى، هذا كتاب أنا خليل الجهني، وغيرها كثير. سيدة أسماء الأسطى مش بس كتبت بل عاصرت السيدة خديجة. وهي احتفظت بكثير من موروث السيدة خديجة وبوبتت لها رسائل. تخيل كان تصل عشرات مئات الآلاف من الرسائل لبرنامج لبرامجها. فبوبتها وموجود عندها. ودارت معرض لها. هذا نتاج السيدة خديجة في البدايات لمجلة المرأة التي فيما بعد أصبحت البيت دكتورتنا، ثم رجعت المرأة الآن. صحيح، برافو عليك، في نقلة صح. لأخي أنا حصلت واحد من الأغلفة القديمة، تقريبا حيكون توا واحد من الأغلفة القديمة اللي إن شاء الله ممكن يطلع الحين فعلا، اللي يذكر كثير من الناس لهذا الأمل معنا ممكن فاتنا. هي مجلة الأمل بدايتها كانت صفحات في مجلة المرأة عن الطفل. فرأت السيدة خديجة رحمها الله بالضبط إنه هو لا تكفي للطفل. وبالتالي فكرت، وهذه مهارات القيادة العالية اللي عند حضرتها، إنه تكون مجلة للأطفال منفصلة عن مجلة الأسرة. تعد بالمناسب من أوائل المجلات أو أولويات المجلات في أكثر من الدول العربية. الأولى وقد تكون الوحيدة أصلا. وهي استمرت لحد الآن، ومجلة يشهد لها ربة أجيال. أيضا أني بنقول إن هي أسست رياض أطفال اللي هو نادي البراعم للأطفال اللي موجود لحد الآن يشتغل، تكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت. أيضا كانت عندها رؤية لتأسيس ملاهي للأطفال أو مدينة للأطفال. لكن لم يستمر هذا المشروع، ما صارش منه. دكتورتنا لو تسمحي لي بهذه المناسبة نقدم تحية قلبية لكل من كتب أو ألف
أو قدم مثلا عمل مسرحي ولا عمل غنائي ولا أي شيء عن السيدة الفاضلة خديجة جهمي، كذلك كل من فرضا كما يقال أشاد بدورها الكبير فممكن تسمى عليها مثلا كما يقال شارع في بعض الشوارع، أو مثلا صرح ثقافي أو أدبي أو غيره أو غير غير، أو كذلك كل من أقام ما يسمى بالمهرجانات أو الأمسيات أو الأسبوعات الثقافية، فتحية قلبية لهم أنهم أشادوا بها. نعم، هو هذا أقل واجب، هذه نقطة. النقطة الثانية، إحنا محتاجين احتياج حقيقي لخلق قدوة. نعم. للأجيال. أنا مثلا مرأة لم أعاصر السيدة خديجة، توفت الله يرحمها في 96، كان أنا كانت بداية طلعتي كيف، ما زلت كنت في الثانوي، فلكن أنا عرفت السيدة خديجة من خلال مجلة البيت وقريت عنها. ماذا عن الأجيال الجديدة؟ صحيح، إحنا محتاجين نبت الروح في شخصيات روادنا ودبائنا وكتابنا. نعم. هذه سيدة متعددة المواهب، متعددة الأنشطة، ومتعددة المهارات، ورائدة بكاريزما عالية، صحفية وكاتبة وإبداعية وشخصية نسائية قادت المجتمع، تحملت أوزارها وسلبياتها في سبيل إن هي توصل شنو، إن هي تبي المجتمع يكون عليه وعي، والفتيات هذوما يكونوا عليه وعي بمهارات التواصل المجتمعي. يعني مثلا في خلال تجهيزي لحلقة اليوم شفت كثير من الفيديوهات، حاولت أني نقرأ كل الكتب اللي كان بإمكاني أني نقرأها في يعني استعدادها للحلقة هذه. في سيدة كانت تحكي، قالت معلمتها كانت السيدة خديجة، قالت هي اللي علمتنا أن احنا نتسامحوا، علمتني أني أنا ما نحملش في قلبي، علمتني كيف نكتب الحروف العربية بعد ما كانت المدرسة، قالت كان كل التعليم الإيطالي، هي علمتني كلمة بنغازي باللغة العربية الفصحى. نعم، فهي كانت عندها رسالة تأصيل. نعم، القيم. نعم، الليبية قولوا العربية مثلا. نعم، والإسلامية، لكن هي كانت بنت وطن. نعم، لأنها كانت بنت وطن، مش بس كان مسمى، فكان عندها شعور بالمسؤولية تجاه الأجيال اللي جاية. يعني تكلمنا قبل شوية عن المظاهرة النسوية، ما أعرفش إذا صورتها مرت في الصور. نعم، أو لا، لكن مثلا تكلمنا عن المظاهرة النسوية اللي قادتها حركة النهضة النسوية سنة 63، مباركتها لإقرار البرلمان الليبي حق الانتخاب للسيدات الليبيات. نعم، واللي كانت من الحقوق اللي سبقت فيها السيدة الليبية دول مثلا زي العراق ولا الأردن. أنا قريت. نعم، حتى عن سويسرا مثلا. نعم، ودول الخليج. نعم، فهذه. نعم، حركة رائدة وعقليات رائدة، احنا ما أحوجنا. صحيح، ما أحوجنا. نعم، لهم اليوم. نعم، دكتورتنا من جانب العطاء والتميز اللي عندها، ان هي انفردت بما يسمى بالشعر الغنائي بطريقه، شعر غنائي تغنى به كثير من المطربين، تحديدا فيما سنسمع من الاستاذ رامز النويسري، ان ما لا يقل عن 11 مطرب او يعني تحديدا 10 مطربين ومجموعه كما يقال لاغاني في غايه الجمال. جميل. نعم، فلو نستمع الى شهاده كاتب ومدون الأستاذ رامز النويسري. الرائدة خديجة الجهمي شخصية استثنائية، ليس فقط في ريادتها العمل النسائي، إنما لتعدد الأدوار التي اطلعت بها خلال حياتها العملية، سواء في مجال المرأة والطفل أو الكتابة الصحفية والإذاعية. هنا سأتوقف عند أحد المحطات الإبداعية للراحلة، وأقصد كتابة الشعر الغنائي أو الأغنية الليبية، وهو جانب قد لا يعرفه الكثير عن هذه الرائدة، بالرغم من تغني كبار المطربين الليبيين بكلماتها. وهذا يرجعنا إلى سيرة الراحلة وعلاقتها بالتراث والشعر الشعبي الذي نهلت منه الكثير وتربت عليه مع والدها. في تجربها الأولى تقول: محل الشرف والعز ناني بيها هي المدرسة، يا خالقي راعيها، فيها تروق أفكاري علي خوجتي، نقرا جميع افكاري بجاه النبي والبيت والبخاري، طحفت جميع اللي اتعلم فيها. بداية علاقتي بالشعر الغنائي الذي تكتبه الراحلة خديجة الجهمي كان من خلال اغنية نور العين والجوبة بعيدة للراحل محمد مرشان. تعلقي بهذه الاغنية جعلني ابحث عن كاتب كلماتها، الذي اكتشفت انه خديجة الجهمي، وأنها كتبت هذه الأغنية في زيارة خلال جلستها للراحل مرشان في مكتبه. تقول كلمات هذه الأغنية: نور العين والجوبة بعيدة، حن القلب لو هاما يريدا،
لو هامه وحبه يحلم بيه بيامه بقربه زاد الموح في شوقه وحبه حاله حال من فارق وليده من فارق ضنينه يبكي دوم بتزايد حنينه وطيفه هنا ما فارقش عينه يوم بيوم من حبه يزيده يتمنى الماضي يعود نور العين راضي يعيش معاه يا عيني متريح وفاضي يعدي العمر بأيام السعيدة. والمستمع لهذه الأغنية سيجد نفسه محاطا بالإبداع من ثلاث جهات: الكلمة الموحية الشفافة، اللحن المميز في توزيعه واستنطاقه للمشاعر، والصوت الشجي الذي يصور النص. لم تكن الجوبة بعيدة لوحدها، فهناك الكثير من الأغاني التي كتبتها الراحلة خديجة الجهني، نذكر منها نوشي خليل، أغنية حياتي جنة، بعد ولفتي الغالي رحل، سلام قدري، حاولت لكن لمحمد رشيد، كيف ندير قولوا والتموا الأحباب لعبد اللطيف حويل، الحب محمد مختار، عليك دورت عيني نوري كمال، قلت انساه لخالد سعيد، وين انت أحمد سامي، فرحان وتمت خطبتنا عليا، يطير في الجبل الطاهر عمر، فرحة وبهجة من غناء المجموعة. وغالبا ما كانت تمهر هذه الكتابات ببنت الوطن. ما يميز أغاني خديجة الجهمي رحمه الله أن كل أغنية كانت قطعة فريدة مميزة في ذاتها، وأن أغانيها تمتلك بعدا إنسانيا واجتماعيا، تميزت بجمال الصور والتعبيرات التي تستخدمها دون أن تكون مكررة، وأعتقد أن لهذا يعود لعلاقتها بالشعر والتراث الشعبي. رحم الله الرائدة خديجة الجهمي وأسكنها فسيح جنته. تحية شكر، تحية قلبية للمهندس الكاتب المدون رامز المصري. دكتورتنا، أنا عديتهم الأغاني اللي ذكرهم المدون والكاتب رامز، 13 أغنية لعشرة مطربين ومجموعة، وزي ما قال هو بعض كلمة بعض تبعيض، أوكي، قد يكون أكثر، أوكي. من ضمن الأغاني الكرم الأغنية المحبوبة عند الناس المشهورة اللي هي نور العين والجوبة بعيدة، نستمع لهذه الأغنية ولو قليل. خلت معنا تكون خلفية، معلش تكون خلفية. دكتورتنا، نعم، هذه الأغنية وكثير من الأغاني زي ما قال المهندس رامز، طبعا اجتمعت فيها كلماتها هذه الأغنية، الكلمات واللحن والأداء. ناخذ من كلام الكلمات واللحن، همنا ايش؟ همنا شخصية الحلقة اللي هي الكلمات، الشعر الغنائي، صح ولا؟ وفي إن شاء الله بعدها أغنية ثانية لسلام قدري. فتعليقك بهذا الخصوص فيما يتعلق بالشعر الغنائي. الشعر الغنائي والنور العين والجوبة بعيدة، يقال أنها هي كتبتها حنين لوالدها اللي كان في المهجر في مصر، ويقال أن في ظرف ثاني لكتابة الأغنية، وحتى أن في قصة كتابتها كيف أن هي كتبتها، وكانت غزيرة الإنتاج رحمها الله. يعني توا زي ما شفت السيدة أسماء الأسطى كانت تبين في ملف كامل لشعر أشعار غنائية للسيدة خديجة الجهمي، في اللي تغنى به الفنانين وتلحن، وفي اللي ما زال قاعد خام يراجي في دورة، قالت لعل وعسى يجوا باحثين اجتماعيين ويشتغلوا على كل هذا الإرث الضخم اللي تركتها وراها السيدة خديجة، من رسائل، من أشعار، من خواطر كانت كاتبة بغزارة. نور العين والجوبة بعيدة، يعني بنقف عند جوبة أو جوبة، جوبة بعيدة شنو هي؟ فيقال إن هو من جاب يجوب، نعم، فهو المكان البعيد مثلا، نعم، أو المسافة البعيدة، صحيح، فهذا قول. وأنا أيضا شفت في شهادة، نعم، شهود في الحديث عن الأغنية هذا، إن هي كلمة عربية فصيحة استعملتها السيدة خديجة، مزجتها بالعامية الليبية باش تطلع هذه الصورة الشعرية، نعم، جميلة، وهذا طبعا شغل، نعم، المبدعين، نعم. في رواية أخرى، وأنا شخصيا من سنوات لا أذكر اسم البرنامج ولا أذكر المقدم ولا أذكر كذا، لكن لفت انتباهي برنامج كان يحل في الشعر الشعبي كلمة جوبة، جوبا مدينة هي العاصمة جنوب السودان، والسودان كانت تحت الاحتلال الإنجليزي،
أثيوبيا كان تحت الاحتلال الإيطالي، والإيطاليين نعم. رفعوا الليبيين نعم نعم نعم. للحرب لا 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 فقعد بين جوبا يعني جوبا جميل نعم. شين يجيب مثلا الصحراء للسودان وأثيوبيا نعم. اللي فيها النيل وفيها التماسيح وكانت في مشقة، رفعوا الناس ومرضوا وماتوا وحرب مش ليهم نعم. فيقولك نور العين جوبا بين جوبا بينات المدينة الأفريقية البعيدة جدا، لكن استخدامها وجودها في النص غنائي نعم. رائع وساحر. نعم اللي ذكرتيه حضرتك صحيح، بس كذلك إضافة أوكي لو تسمحي إضافة إن قريت إن هي تعني كذلك الفرجة بين السحاب، وتعني كذلك البيت بواحدة من اللهجات. فنعم فقد يكون الموضوع عاطفي مثلا كأن بيت الحبيب أو الحبيبة بعيد، لكن على أي حال المهم إحنا نستمع لها توا كالباك جراوند، فهي من الأغاني المشهورة للغاية. بعدها ممكن حتى طبعاً التعجيز نعم. والشوق نعم. وجوبة بعيدة يعني نعم. الموضوع صح. فحتى طفولتها اللي كان فيها مشقة صح، هي قريت وتعلمت، لكن كانت في غربة في وطنها وطلعت من وطنها مشيت لغربة تانية قريت فيها نعم. والدها كان في المهجر وحضرت الحرب، ووالدتها السيدة قناصة الجهني الله يرحمها ويغفر لها ماتت في سن مبكرة وخلتهم أيتام صحيح. هذه أيضا طفولة مريرة نعم. وبالتالي هذه المرارات كلها ما أنتجتناش شخصية سوداوية أو نعم. شخصية نعم. كئيبة أو شخصية معادية للمجتمع، بل خلقت منها إنسانة مناضلة نعم. مبدعة نعم. رائدة نعم. أنين بنربط ممكن نسمعوا للأغنية الثانية لسلام قدري حتىك باك جراوند مع الشكر. أني بنربط جملة قلتيها في الحلقة الماضية دكتورتنا، قلتي إن والدها يتمتع بملكة شعرية وإن كان شعر شعبي كان شعر. نعم وهي نشأت في بيئة ممكن جدا يعني وكان الشعر الشعبي جزء من حياتهم، فهذا اللي ممكن جدا سبب نجاح ان هي اثمرت عن ما لقل عن زي ما ذكرنا 13 اغنيه تغنى بها على الاقل تقدير 10 من المطربين. هذه اغنيه لسلام قدري جميل، لكن هو 13 اغنيه اظن ان لا شيء نعم ان نعم عدد نعم قليل جدا نعم مقابل الانتاج اللي شفت السيده اسماء ما زالت محتفظه به نعم سيده نعم اسماء الاسطى نعم هذا اللي قلته طبيعي لما قال السيد رامز قال البعض. حاجه ثانيه ان السيدات الليبيات في جملهن واغلبهن شاعرات صحيح والشاعرات بنات بيئتهن نعم. الشعر الشعبي والشعر الليبي بلهجتنا نعم. من الأشعار القوية في الوطن نعم. العربي لا نعم. يستهان به نعم. دكتورتنا اللي قصدتها أن هذه السيدة الراحلة متعددة العطاء، فجانب الجمال والإبداع اللفظي وغيره والكلام هذا فيما يتعلق بالشعر الغنائي هو جانب ولا وجه من عدة أوجه كثيرة للعطاء. يعني مثلا تجد مثلا فرضا مغني مطرب ملحن كاتب غنائي أوكي، وقد يكون هذا العطاء أو النتاج الأدبي متاعها، هي الشعر الغنائي جانب أو وجه من عدة أوجه، هذا اللي نحب أن نبينه. يعني أجل هي كاتبة نعم. أديبة صحيح. صحفية مخضرمة صحيح، يعني هي قرت في دولة عربية في مصر ورجعت، كان بإمكانها أن تشغل وظيفة وتأخذ مرتب، لكن هي أنجزت وخلقت ما لم غيرها يفعلها يعني صح. فهي أسست مجلة نعم. عشان تخاطب هذا المجتمع نعم. كانت تخاطب في المجتمع عن طريق الراديو، تخاطب في المجتمع بالأشعار اللي تحولت بعدين إلى أغاني، هي كانت أيضا مذيعة برنامج، فهو كان في تواصل صوتي نعم. مع الناس مع مشاكلهم نعم. وبالتالي هذا تواصل عاطفي، هي أيضا جميل. بنت الوطن. عجبني تعبيرك بكلمة تواصل، التواصل اللي هو الآن يعد من الأشياء ما يسمى بتقنية المعلومات وغيرها، والتواصل مش مقصود به التواصل الإلكتروني، تواصل عاطفي طبيعي، تواصل شعري، الآن تواصل الآن شعوري. نعم هذا من الأشياء اللي نعيشوها الآن، إنك أنت كيف تفضل جميل هو بس تفضل. أني نبي نركز على فكرة إن هي كانت إنسانة فاعلة، يعني دارت مجلة وكانت مجلتين يعني واحدة خلينا نقول المجلة نعم مثل المرأة اللي بدت بها واحدة للطفل نعم، وكانت مصرة إنها تتأكد إن المجلة وصلت للناس صحيح صحيح فترسل فيها للمدن النائية نعم في ليبيا نعم بالطيارة إن لازم المجلة نعم تتوزع نعم على ذكر هذا شغل القائد نعم لأن نعم الموظف حيدير المجلة ويخليها تترخم صحيح التوزيع مش لكن نعم لما نعم أنت تكون قائد وريادي نعم وعندك قضية في المجتمع نعم حتحترق من نعم أجلها. على ذكر المجلة شو رأيك دكتورتنا نسمعه رأي الكاتبة والمدونة والشاعرة كذلك اللطيفة الرقيقة حول قمودي في شهادتها
اليوم لأن هذه الشهادة الثانية. نعم. أفاضل وفضليات، مساء الخير على كل مشاهدي ومشاهدات هذا البرنامج الذي اختار في حلقته هذه أن تكون السيدة خديجة الجهمي هي مدار هذا الحديث. وحين أقول خديجة الجهمي أشعر بارتجاف، ثمة كائنة بحجم وطن واسمها خديجة، خديجة التي عاركت زمن الجهل والفقر وانتصرت في معركة الحرية والعلم والتقدم. حين نحكي عن خديجة الجهمي فإننا نحكي عن تاريخ ليبيا، تاريخ هام ومتميز رسمته هذه السيدة وهي تحاول أن تمنح كل ما لديها لهذه البلاد. خديجة الجهمي عرفتها من حديث أمي وهي تحكي وتقول: ماما خديجة تقول ردوا بالكم على المية، ماما خديجة تقول ردوا بالكم على الصابون. هكذا كانت تعلمني من خلال هذه السيدة. ثم انتبهت لمجلة تأتي إلى بيتنا، هي مجلة الأمل. ذات مرة كنت صحبة صديقات وبنات عم، وهناك كشك في سوق الجمعة يعرفه الكثير. في هذا الكشك وجدت تلك المجلة واشتريتها بخمسة قروش، وكان اسم خديجة الجهمي، ماما خديجة الجهمي، على تلك المجلة، مجلة الأمل. خديجة الجهمي مسيرة وطن، مسيرة من مسيرات أو جزء من تاريخ مهم من الصحافة الليبية. فهي السيدة التي أنجزت وأسست وفكرت في مجلة للمرأة بعد مسيرتها الطويلة في برامجها الإذاعية المعروفة. إذن هذه المجلة اسمها كانت المرأة ثم المرأة الجديدة في سنة 1974، وكانت من خلال هذه المجلة تضع أو توضع أشياء للأطفال كقصص، كأشياء نصائح للأمهات والأباء في تربية الأبناء. ولكن هي كانت تفكر وتؤسس لمجلة للطفل، مجلة، وكما قال لي عمي محمد الباهي وهو من المغرب الشقيق رحمه الله، أنها أعدت أعدادا لمدة تغطي سنة ونصف. مجلة للأطفال أعدت منها أعدادا لمدة سنة ونصف قبل أن تقول أنها تريد أن تجعل للطفل الليبي مجلة اسمها مجلة الأمل. في هذا العام اقترح عليها مجموعة من الأدباء والكتاب أن يتغير اسم هذه المجلة من مجلة المرأة الجديدة إلى مجلة البيت، باعتبار أن البيت هو وطن مصغر، كما أن الوطن هو عبارة عن بيت كبير يضمنا جميعا. هكذا في هذا العام تأسست مجلة الأمل في أكتوبر 1974، صدر أول عدد منها وأصبح اسم مجلة البيت مجلة المرأة الجديدة باسم مجلة البيت. هذا تاريخ لا يمحى، تاريخ حقيقي في تأسيس مجلة المرأة الجديدة مجلة البيت. إذن واصلت المسيرة هذه السيدة ومعها كوكبة من الرائعات. لو تروا مجلدا واحدا، لدي مجلد من سنة 1970، ونرى كم من القوة، من الجسارة، من الطموح، من التقدم، من المواكبة لكل الأحداث.
الثقافية، السياسية، الدينية، الاجتماعية، كل ما يستجد في هذا المجتمع من مشاكل، من أشياء كانت نجده في هذه المجلة مع أسماء مهمة: نادرة ولطفية، مرضية، نزهات لجريتلي، وأسماء جديدة كانت تواكب هذا التطور والتقدم للمرأة، مع طبعا المخرجات والتنفيذ والسادة الأجلاء الذين وقفوا مع هذه السيدة مثل الفنان الكبير محمد الزواوي والأستاذ يوسف الشريف. أجمل تحية قلبية مع الشكر للكاتبة الرقيقة والشاعرة حواء القمودي، وكذلك تحية قلبية للأسماء والشخصيات اللي ذكرتهم حواء. دكتورتنا، شهادة الأستاذة حواء. جميل جدا. السيدة حواء القمودي كانت رئيسة تحرير مجلة الأمل، وكانت عضوة في هيئة تحرير مجلة البيت في وقت يعني كريم الفاسي أدركت مجلة البيت وبدأت نشري فيها من المكتبات، وبدأت وقبلها كان أو عاصرت أيضا سيدة سالمة المدني كرئيسة تحرير لمجلة البيت. أنا نبي ندير خط تحت كلام مهم جدا قالت السيدة حواء القمودي. الآن قالت إن في مجلد موجود عند السيدة حواء، لو تشوفوا أعداد مجلة المرأة ومجلة البيت اللي موجودة ما فيها من جسارة وقوة وانتباه والتقاط للأحداث ومتابعة، ثم كيف إن السيدة خديجة الجهمي قدرت تنسج نسيج من فريق متكامل ضمت فيه أسماء مثقفات وكاتبات وأديبات بارعات وأدباء ومثقفين وكتاب ليبيين ورسامين، وكونت فريق ورسامين كونت فريق يهمني جدا جدا. هذه الشخصية القيادية الإبداعية اللي قدرت تصنع أدواتها وقدرت تحقق الإنجاز، السيدة خديجة جهمي اللي كانت قائدة لفريق قوي. يعني في حكمة قايلها أحد من قادة العالم، مش نذكر اسمها لكن بما في معناه، إن الأسد قد يقود فريق من الأرانب والأرنب قد يقود فريق من الأسود، لكن الأفضل والأثمر إن لما الأسد يقود فريق من الأسود. هيك السيدة خديجة جهني كان عندها قدرة على بناء الفريق وتحقيق الإنجازات وتحقيق إحنا الأجيال اللي جينا بعدهم شفنا هالإنجازات قدامنا الحمد لله. فهل الآن في مجلة تنافس مجلة المرأة اللي أسست السيدة خديجة وكم المشوار للسيدات من بعدها؟ طبعا بالمناسبة هل تكررت المجلة النسوية في بلادنا؟ لا حتى ممكن في في تجربة مع كل شكر وتقدير في مجلات طلعت مجلة غزالة نتذكر، لكن قاعدين احنا نلفوا ان هي السيدة هذه ما تكررتش، وكانت من العلامات الفارقة في تاريخ الثقافة الليبية. جميل. وهذا نحمد الله سبحانه وتعالى على اختيارنا لهذه الشخصية. لو تتكرمي تسمعي الجملة المعتادة المشهورة، ما يقال ماما خديجة وبنت الوطن. عرفنا بنت الوطن هذه تدليل اسمها في الأغاني، وماما خديجة تبع كم يقال لي يعني المطبوعات، سواء مثل المرأة ولا الأمل ولا غيرها. لكن الجملة اللي يحبوها أغلب الناس اللي هي تقال عنها، مش هي تحبها، الفتاة التي أغضبت موسوليني، شو القصة؟ هذه مهارات القيادة الباكرة في طفلة صغيرة. هي تعلمت هذه الطفلة وقريت ومشت المدارس، وفي احتلال صاير وفي شخص بعت جيوش ويدمر في البلاد وكذا، فكتبت رسالة لذلك الشخص اللي بعت، فمن ضمن فحواها يعني هو موسوليني. إن هي كسيدة خديجة إنني معجبة بك إنك قادر توحد بلادك، لكن إن احتلالك لبلادنا هذا عمل ظالم وأنت المفروض إن أنت تطلع منه. جميل. فطفلة صغيرة كتبت رسالة قوية بهذه اللغة لأحد قتلة العالم وأحد السفاحين، واستدعى ولدها للتحقيق. نعم. ورطاتها هي. فهي فعلا هي من القصص المشهورة. أيضا كتبت رسالة لولدها في المهجر. هي واضح من البدايات كانت عندها قوة خطاب قوي وعن علم وعن معرفة. دكتورتنا، بعد قليل حنقول الجملة اللي ما يحبهاش للضيف ولا المضيف، لكن أتمنى من حضرتك كلمة في حق كل الأفاضل والفضليات اللي تزخر بهم ليبيا
سواء من رحل عنا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يجزيهم عنا كل خير، والقائمين الآن الأحياء أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمتعهم بالعمر وأن نستفيد منهم. إن أحببتي كلمة في حق كل هؤلاء، لأن البرنامج سياسته والهدف متاعه والرؤى متاعه إن احنا نشيد بكل من له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على ليبيا، وإحنا وشخصيتنا طبعا من ضمنهم. أنا بس نبي نقول خاف أن تتم الحلقة هذه ويقعد في قلبي شيء نقول يا ريتني قلتها يا ريتني. أنا بقول أنها كانت سيدة صحفية عظيمة وكاتبة عظيمة وشاعرة عظيمة ورائدة عظيمة، وإحنا أجيال قاعدين نتتبع في خطواتها. نعم كانت قدوة. نعم كانت ولزالت غيرها صح، وشخصية استثنائية وكسرت حاجز أن المرأة عدوة، المرأة هي اللي استثمرت في النساء والفتيات. جميل جميل وحاولت تقدم كل ما تقدر تقدمه لهالوطن وللأسرة وللطفل وللأم، وإن شاء الله نكمله ولو جزء صغير من هذه المسيرة. وإن هي اللي قالت سلم عليه من يسلم علي يا 30 100 وعليه يعد بحر موج البحر بالوقية. يعني نسلم على كل الأفاضل والفضليات اللي مروا بهذا البرنامج واللي حيمروا على قد موج البحر. والحقيقة هو برنامج جميل, جميل ولطيف و حتى طرحك جميل ذو روح إبداعية، فبإمكان حضرتك هي مسؤولية دكتورتنا، مسؤولية الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أنا والشباب، هي مسؤولية صدقا. يعني دكتورة مهما قيل عن هذه الشخصية سواء من حضرتك ولا من غيرك من القامات، أو مهما كتب مهما ألف مهما تم التكريمات، فهو يبقى قليل. أن نحب أنا شخصيا نحب على وعلى تحيتي ليك، نحب أكرر يعني بس بعد إذنك نضيف نقطة صغيرونة. لا أفاضل ولا فضليات مثل الأب والأم. نعم. الأباء والأمهات. سيدة خديجة الجهمي نموذج للشخصية القوية السيدة الرائدة اللي كانت بداياتها في الطفولة. فالله الله في الأجيال وفي النشأ وفي التربية ابتعدوا عن العصا والضرب والتهديد. وسيد زي والد خديجة الجهمي في سنوات سحيقة كان الفقر والجهل يعم ليبيا، قدر أنه يتواصل مع بنته ويبعثها للمدرسة ويوثق فيها ويحملها مسؤولية. وهنا تكمن تنشئة الأجيال الصحيحة والشخصيات القوية. جميل. الاحتواء الأطفال. فالأفاضل والفضليات، المربين والمربيات والمربيات. نعم. الأباء والأمهات، السادة والسيدات، الصغار والكبار. نعم. وطننا يستحق أن نحن نقدمه له أغلى. نعم. ما عندنا من رقي ومن حضارة. طرح جميل، طرح جميل. اللي كنت بنقوله أن كنموذج خديجة الجهمي وغيرها من الأفاضل والفضليات كي فعلا نعكس ما قدموه لنا من عطاء كبير، بل أعطية مش حتى عطاء. أعتقد الخطاب الآن خطاب مرئي بالبصريات، والذي يعني أن أي شخصية تبيها تطلع فعلا على الملا وفعلا كذا لابد من إنتاج إما مسلسل تلفزيوني عنها أو فيلم سينما. فأنا أدعو ممكن الكتاب والمنتجين ممكن عسى حتى تستهوي هذه الشخصية فينتج عنها إما مسلسل تلفزيوني أو فيديو أو عفوا وليكن فيلم. هو في مسلسل إذاعي أنتج. لا نعم ذاك إذاعي مسموع صحيح. إذاعي سنة 2009. نعم. كان يتناول سيرة حياتها. إذاعي مسموع، لكن طبعا هو علاوة على الإذاعي المسموع طبعا احنا نتمنى أن يكون إيش تلفزيوني، لأن ديما عالم البصريات الآن دكتورتنا يشرفني للغاية 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 أنني نقدم لك هذا الدرع. قليل في حقك حتى أنت طبعا. مشكورين هذا باسمي وباسم الشباب هنا لقصة برنامج. ربي يحفظك دكتورتنا الغالية. شكرا. الآن طبعا زي ما حكينا حلقة قليلة في حق وكذلك في حقك أنت، فكلمة ختامية مع أن كلمة ختامية قد لا تعني أن احنا مش هنشوفك، بل بالعكس سررنا جدا بحضورك واستفدنا، وما شاء الله طرحك كان جميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكلمة ختامية دكتورتنا. شكرا على الهدية، شكرا جزيل، والكلمات عاجزة عن وصف شعوري.
أتمنى لكم التوفيق في مسيرة هذا البرنامج، وأتمنى أن يمتد 18 سنة يمتد برنامج خديجة الجهمي. إن شاء الله. طالما في رسالة فبإذن الله في استمرار. أشكر كل المشاهدين، أشكر كل الناس، أشكر أني منحي هذه الفرصة أنني أضيف إضافة صغيرون لسيدة كبيرة ومعطاءة ورائدة زي السيدة خديجة. أرجو أن تكون الاستضافة هدية قد فتحت لك الشهية أنك أنت تكتبي عنها أو ممكن تألفي عنها كتاب، أو من الخواطر اللي دير فيها الخواطر الجميلة بفعل أنك أنت كاتبة ومدونة. أجدد لك الشكر، ربي يحفظك ربي يحفظك. الأحبة الكرام، مرات الشخص يتبادل لدهنا أن العطاء أو ممكن تسمية أفاضل فضليات لابد يكون مثلا كبير السن أو مثلا سن رشد أو شباب. الحلقة القادمة بعون الله سبحانه وتعالى حتتفاجئوا بشباب صغير، صغير في السن لكن كبير في القدر، كثير العطاء بإذن الله حتعجبوا بهم، لهم علاقة بخدمة المجتمع، خدمة ليبيا في المجالات المتعددة، وأكثرها أو أهمها أو أبرزها التنمية المستدامة وكذلك التصحيح البيئي، أمرين نحتاجوهم للغاية. ومن توفيق الله نشوفكم الحد القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورتنا ربي يحفظك، شكرا، شاكر لك، ربي يحفظك إن شاء الله، إن شاء الله تكوني يعني فعلا ربي يحفظك.